لما بديت أدرب السواقة كان مرح عمرها عشر سنين. كانت على طول تركب معي في السيارة، ضلت تطلع علي كيف بسوق، كيف بدرب، كيف بمسك السيرنج. هسا بعمل هيك للستيرنج يعني مش شايفة قدامي، فكانت تخاف تعطيني إياها. أتركها رايحة عند الجيران، أنا هدي شباب والعيال صغار بأكلهم جرو. أنا شايف الهواية عندها من يوم ما سرقت السيارة وهي عمرها 11 سنة. يعني شفت إنه هاي البنت مش طبيعية. كانوا يدفشوا السيارة معي، بس أوصل على منطقة بعيدة عن بيتنا إنه ماما تسمعش السيارة وهي بتتشغل أشغلها. طبعاً ما كنتش عارف غير تاني، كنت ألف كل الحارة أول. كنت أحرق السيارة. بلشت في سباق السيارات من عام 2009. تركت في أول سبيد لإلي كان في مدينة جنين، أنا كتير بحب بلدي. السباق الأولاني أنا صارت كتير مشاكل، والكل عمل قال هذا حكي بصرش وهذا عيب ومش معقول اللي بتعمله انت. صبيها القوي يا مرا يلا نفتح اليوم. سمعتي هالخبر عزش مش معقول. سمعت الجارة هيك بتقول هربت بسرعة أحسن لكم موضوع اليوم. حكى لهم بابا بنتي عندها هاي الهواية، لا بدي أخليها تشارك، بدي أخليها تسابق، ورح تشوفوا إنها رح تغلب الشباب. يعني أنا صراحة الدعم المعنوي بيعني لي أكثر من المادي بكثير. عندي هاي الهواية مش نازل أنا أتخوت يعني، أو لأنه في شباب بدي أنزل. أثبتت إنه أنا عندي هاي الهواية وعندي هاي القدرة، وعندي القدرة إني أنا أنافس الشباب. غلب صار إنه لا، مرح زحالكا لازم تشارك في سباق سيارات، ولازم ترفع اسم جنين، ولازم ترفع اسم فلسطين. فهاد إنجاز كثير منيح بالنسبة لإلي، بالنسبة للمجتمع اللي أنا عايش. صراحة دعست البنزين بتعني لي كثير اشياء، فبحس بحرية بحياتي ما شعرت فيها. اتمنى منظمة خير تعمل ايفنت زي هيك دائما، واكون انا متواجدة فيه واحكي مع هدول الجيل الطالع لحتى اعطيهم دفعة ايجابية لقدام، ويشتغلوا على انهم يغيروا فكرة هاي المجتمع. الصراحة شعور كتير رائع.